ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. النهاردة مش ريفيو بس، هقولك على حبة معلومات حلوة جدا عن شعرك وروتين العناية بشعرك، وحبة غلطات ممكن تكوني بتعمليها بتبوظ الروتين وبتبوظي شعرك، فهقولك على حبة الحاجات دي النهاردة في الفيديو دوت. بس قبل ما هنبتدي في الغلطات وهقولك ايه اللي انت بتعمليه غلط، متنسيش بقى تعملي لي لايك وسبسكرايب للقناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد من عندي. وفاصل صغير جدا وخليكم معايا. نبدأ بسم الله في فيديو النهاردة. وفي الفيديو بتاع النهاردة هقولك على حبة حاجات كده انت بتعمليها غلط وانت بتغسلي شعرك او انت كمان بتكففي شعرك. وهو الموضوع سهل ومش محتاج ومفوش اي حاجة، بس للأسف هو في حاجات في النص كده وتركات هي غلط وكمان بتدمر الشعر جدا. ممكن يكون الروتين اللي انت بتعمليه عادي جدا لشعرك ان هو حاجة عادية، ان انت بتغسلي شعرك بشامبو وبتحطي كونديشنر ايا كان اللي انت بتعمليه، ده حاجة عادية جدا. بس في حاجات برضو هرجع اقولك ان انت بتعمليها غلط. في فيديو النهاردة بقى هعلمك كل الحاجات اللي انت تكوني بتعمليها غلط خطوة بخطوة عشان تتفاديها. هما هيبقوا 5 اخطاء او 6 اخطاء واحدة واحدة مع بعض. اول حاجة غلط انت بتعمليها ان انت بتغسلي شعرك وانت واقفة، ممكن تبقى طريقة مريحة جدا ليك، لكن ان انت تقلبيه لقدام وتغسليه بالشامبو ده هيديكي فوائد اكتر. ولو شعرك طويل كمان قلبه هيبقى سهل عليكي اكتر، ان انت هتبتدي ان انت تحطي الشامبو والبلسم الحاجات اللي انت هتنضفي بيها شعرك عادي جدا. كمان لو بشرتك حساسة ومعرضة لحب الشباب، قلب الشعر اللي قدام وشطفه ده هيساعد على منع مشاكل الجلد، لانه هيمنع المنتجات العناية بالشعر والزيوت ديت ان هي توصل لرقبتك وظهرك وكمان تعيق بشرتك. بتستخدمي بقى الشامبو الجاف لو شعرك مش نظيف، ودي حاجة تانية ممكن انت تكوني بتعمليها. الشامبو الجاف بيعتبر طريقة عملية لتجديد الشعر لو ما عندكيش وقت ان انت تغسليه، ولكن هو في الحقيقة ممكن تبقى فوائده اكتر ان انت بتشيلي الزيوت اللي بتكون موجودة في شعرك. لو شعرك ناعم رشي الشامبو الجاف عليه هيديكي دفعة فورية واكتر كثافة. بس ما تبالغيش في استخدام الشامبو الجاف كتير، لانه ممكن يؤدي لتراكم المنتج على فروة الراس، وده هيخليك ان انت تقعدي تهرشي كتير. تالت غلطة انت بتعمليها ان انت بتسيبي البلسم على شعرك فترة طويلة، ودي حاجة طبعا غلط جدا. بلسم الشعر بيعتبر خطوة اساسية جدا في روتين العناية بالشعر، لانه بيحمي الشعر وبيخليه انعم واسهل في التشابك بتاع الشعر. لكن لما الموضوع بقى يتعلق بالمدة المفروض ان انت تسيبيها على شعرك، ده هنا بيكون القليل منه هو الاكتر، لان البلسم لما بيتحط على الشعر لمدة طويلة ممكن ده ليؤدي لإجهاد الخصلات بتاعة شعرك، وكان بيخلي شكلها دوني جدا. والبلسم ما بيتحطش على شعرك اكتر من 3 دقايق، ودي مدة كافية جدا علشان شعرك يستفيد من البلسم زي ما هو عايز. الحاجة بقى اللي بعد كده اللي هي رقم 4 بتكوني بتستخدميها غلط، ان انت بتستخدمي نفس الشامبو لفترة طويلة. ده طبعا اكبر غلط، ان انت ما بتنقليش من شامبو لشامبو، بتستخدمي حاجة واحدة بس لشعرك، وده غلط. كلنا بنبقى ما صدقنا ان احنا نلاقي نوع شامبو كويس وشعرنا بياخد عليه، فخلاص بنفضل نمشي معاه على طول على نفس اللاين. بس ده غلط، لان شعرك خلاص بيبقى اتعود على الشامبو دوت، فمش هيديكي نفس المادة الفعالة اللي ادالك في الاول. فانا بنصحك ان انت تبدلي بين 2 او 3 انواع من الشامبو والبلسم المختلف. وهتبدليها على حسب ايه؟ هتبدليها على حسب الجو وكمان جودة المية وكمان حالة شعرك. خامس حاجة بقى ايه هي معايا؟ ان انت بتلم شعرك كحكة وهو مبلول. لو دايما متعودة بعد ما تخرجي من الحمام وشعرك لسه مبلول وتروحي عاملاه كحكة او ديل حصان
على قد ما الطريقة المريحة للم الشعر، ان العادة دي ممكن تكون بتضر شعرك، وكمان بتسبب في ان انت بتقعدي تكسريه، لان الشعر وهو مبلول بيكون ضعيف جدا، والضغط الشديد عليه ممكن يؤدي لضعفه وكمان ممكن يكسر فيه. بعد كده بقى سادس حاجة، ودي اخر حاجة هقولك عليها النهاردة، الغلط اللي انت بتكوني بتعمليها لشعرك، ان انت مش بتسرحي شعرك قبل ما تغسليه. عشان تتفادي اي تعقد وتشابك في شعرك لازم تسرحيه قبل ما تغسليه، ده هيساعدك على ان هو ما يبقاش فيه عقد، وكمان بيحافظ على خصلات الشعر بتاعتك ان هي تتشابك لفترة اطول، وانت بتغسليه هيكون اريح كل ده. وانت كمان بتحطي البلسم، هتوصلي البلسم لكل شعرك بطريقة احسن والطف. في فيديو النهاردة بقى عرفتك 6 غلطات ممكن تكون تعمليها في روتين شعرك، والعناية بيه بتبوظي شعرك وبتدمري كل حاجة. لو شايفة نفسك بقى استفدت من فيديو النهاردة، ما تنسيش ان انت تعملي لي لايك للفيديو، كومنت حلو منك، وسبسكرايب لقناتي. واشوفكم على خير في فيديو جديد. دمتم دايما حلوين، ومع السلامة.